السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بألف صحة وسلامة أخواتي. اليوم حبيت نشارك معكم الغديوة ديالي. غادي نعمل طاجين ديال اللحم محمر بالفريت. ملي كتسمعوا مثلا اللحم محمر، أنا بالنسبة للمبتدئات اللحم محمر أو الدجاج محمر، هذا لا يعني أنه يكون محمر في الفران، يعني محمر يعني المرقة تكون طيبة حمراء، يعني بالفلفلة حمراء والسكينجبير، هذا هو لاباز ديال المرقة الحمراء. كيكون فيها ضروري في العطرية السكينجبير والكمون وفلفلة حمراء والثومة والسمن، ضروري هادو في المرقة المحمرة والقزبر لابدا. المهم انا غندوز ليكم دابا المقادير. حتى الدجاج ملي كنقولوا الدجاج محمر راه ماشي كنعنيو بها راه محمرين وندخلنو الفران والمرقة ديالو صفراء، لا، الدجاج المحمر هو اللي المرقة ديالو حمراء وهو محمر اصلا، واللي كيكون دجاج مرقته صفراء ومحمر في الفران هذاك راه كيكون مقلي، كنطيبوه غير بالسكينجبير حتى هو. المهم انا غادي ان شاء الله كل خطره نقول لكم شي حاجه على هذا الطبخ المغربي الاصيل، ماشي نخلطوا العطريه كامله ونقولوا هذا محمر هذا مقلي، هذا راه طيب بالقواعد ديالو. كاين كاين المحمر كتكون مريقته حمراء، وكاين المقلي كتكون مريقته صفراء، وكاين القدره كتكون هي مريقته صفراء وخفيفه، وكاين المشرمل اللي كيجمع هاد العطريه كامله وكيكون في قزبر المعدنوس والثومه. المهم انا ان شاء الله اليوم غندير لكم المحمر. غادي نحتاجوا في المقادير اللحم كيلو ديال البقري، نحتاجوا زيت البلديه كاس معمر، نحتاجوا بصله كبيره او جوج صغار مشلضين، ثلاثه تصبيعات ديال الثومه مهرسين صغار، قبيطه ديال القزبر، وفي العطريه ديال المرقه المحمره كنحتاجوا الملح، يعني المقدار على حسب الذوق ديالنا، يعني الملح نقلوا ولا نكثروا، بغينا المسوس نديروا المسوس، بغيناها هو هذاك نديروا الملح هي هذيك. راس معلقه ديال الخرقوم الكركم، معلقه صغيره مع مرش ديال السكينجبير، معلقه صغيره مع مرش ديال الفلفله حمراء، وراس معلقه ديال الكمون، وراس معلقه ديال السمن حار. طبيعة الحال هادو هما المقادير ديال المريقه المحمره، كنصيبوها باللحم ماشي بالدجاج، راه نفس المقادير كنديروها للدجاج، غير هو الدجاج ملي كيطيب كنزولوه وكندخلو الفران نحمروه، اللحم لا، راه كنخليوه هكاك وتندغمرو المرقه بالبصله. بالنسبه للحمر كندغمرو غير بصله ملي كطيب، كنحكوها هي والثومه كتعطينا الدغميره، وبالنسبه للدجاج راه كندغمرو البصله مع الكبده ومع ديك التويمه وكتعطينا الدغميره. المهم ندوزو دابا للطريقه ديال المريقه. دابا في الكوكوط درت الزيت، درت البصله، الثومه، هذيك راس المعلقه ديال السمن، غندير اللحم، وغندير دابا العطريه. نبداو بسم الله مليحه، خرقوم، سكنجبير، كنكثرش من العطريه لان عطريه كثيره كضر في الكبده، خصنا نديرو غير القياس، هي الدره كتكون غير في اليدين ماشي في العطريه. المهم ها هي قبيطه ديال القزبر صافي. دابا غنمرق، انا ما كنقليش نيشان كنمرق، علاش ما علاش اللحم الا ما قليتيش هكا درتي ليها الطريقه ودورتي فوق العافيه وبقيتي كتقلي تقلي تقلي، كيجي اللحم زوين لذيذ ولكن كياخذ كوليسترول بزاف وما كيجيش فتيتي، كيجي شويه بحال يقبط راسو. اما دابا الا درتي الماء وطيبتيه نيشان كيجي فتيتي بزاف وكيشرب لي قمه، يعني كيجي لي قمه ديالو شربها مزيان. دابا غادي نمرق صافي. دابا غادي نديرو فوق البوطه نخليه يغلى، نحركو ونسد عليه ونخليه يطيب. حاجه اخرى نسيتها اللي هي مهمه، هي الزعفران الحر، ها هو غادي ننزلو فوق الطنجره ونخليه حتى يقبط راسو يبس، وعاد نحكو في المريقه. غنحطو دابا فوق الطناجه
دايره فيها البطاطا كتسلق باش تصايب الشلاضه. على فكره غنرافقها الطبق بالشلاضه جارده، يعني البطاطا مسلوقه، الروز، خيزو، لاريكو فير، مطيشه مقطعه، البصل مقطعه، الشلاضه ليتوي. المهم انتما غتشوفوها في الاخر. هي دابا المريقه غلات، درت الزعفران الحر، غادي نسد على اللحم ونخليه يطيب تقريبا ساعه. من بعد من نحل عليه نشوفوا الا طاب، هو هذاك ما طاب شيء، غادي نعاود نخليه يطيب ونغمر المرقه ونقدمها مع الفريت. نلقاو ان شاء الله في التقديم. وفي الشلاضه عاود كذلك راه سهله ديال الجرده، يعني خضار مسلوقه وتقدم مع الفينيغريت وشويه ديال لا موطار كتجي غزاله بزاف. هي دابا الحيمه طابت، ها هي دابا غير شي شويه غادي تتقلى باش تغمر المريقه ونقدمها لكم مع الشليضه والفريت. ها هو دابا اللحم طاب، المريقه هي كيف كتجي مدغمره. دابا هذه هي اللحم المحمر، المرقه كتكون مدغمره وحميمره ماشي حمراء بزاف، المهم كتكون اللوين ديالها زوين. والفريت ها هي اللي بغى يدير فوق منها، يدير فوق من اللحم، يدير اللي بغى يخليها هكا يخليها هكا. يمكن لكم تزينوا باش ما بغيتوا الفريت ولا البيض مسلوق ولا الدنجال محربل، المهم يعطي الله باش يتزين اللحم محمر. هاد الطريقه هادي راه دارت حتى الاعراس، نتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه. وهادي الشلاضه اللي قديت، ها هي البطاطا مسلوقه، خيزو مسلوق، لاريكو او لوبيا خضراء مسلوقه حتى هي، مطيشه مقطعه، بصله مشلضه، ليتي الروميه والعاديه، الباربا كذلك مسلوقه، الخيار محكوك في حكاكه غليظه، والروز مسلوق، والبيض عندي بيضه مقسومه على جوج مسلوقه، وهذا لي زونشوا مرقد كيف وريتكم وعملتوها كارولي وزينت به الشلاضه ديالي. يمكن لكم تزينوا باي حاجه، الزيتون، كورنيشو، يعني هذه عيش شلاضه عاديه يمكن ديريها انت ووليداتك وبالصحه والراحه. ودابا في الديسير غادي نديرو تيراميسو او تشيز كيك، يعني كيجي ما بين تيراميسو وتشيز كيك، لان هذا ما نقولوش عليه تيراميسو حيت ما فيهش ميسكاربون، وعاود تشيز كيك ما فيهش جيلاتين، المهم ما بيناتهم بجوج. غادي نحتاجو هاد لي بيسكوي بودوار حسب اللي بغينا، واش عصا شويه او جوج، الكريم ليكيد يعني القشدة السائلة ديال الحلويات، غنحتاجو كاس كبير بحال هكدا، معلقة ديال السنيدة كبيرة، وغادي نحتاجو ساشية ديال الفاني وساشية ديال الكاكاو باش نزينو هاد الكخامة اللي استعملت أنا. وغادي نستعمل فاش غنغمس ديك لي بودواغ قهوة سريعة الذوبان وكاس د الما دافي، يعني كيغلي وكنخليه حتى يدفى وعندنا ندير فيه القهوه، ومنين كتبرد تماما عاد كندوز فيها دوك لي بودوا ونزين. المهم دابا غادي ندير الطريقه، غادي نستعمل، غادي ناخذ كريم ليكيد هذا مع معلقه ديال السنيده مع الفاني ونطلعهم مزيان، ونزيد عليهم جبن كريمي، جبن كريمي انا غادي ننزلو هذا الجبن هذا، ومنين غادي نطلع الكريمه مع السنيده مع الفاني غادي نزيد عليهم هاد الجبن كريمي. اللي يمكن لكم تعوضوا هاد الجبن بديك القطع المربعه ديال الفرماج كيري، المهم الفرماج اللي بغيتو، المهم يكون كريمي صافي. وانا كنفضل هذاك المربع لان كيجمع الكريمه مزيان. انا غندوز دابا نخلط القشده السائله مع السنيده مع الفاني وعاد نضيف ليها الكريمه. دابا هي الكريمه خلطتها، شوف كيف كتجي. دابا غادي نزيد عليها هاد الفرماج كريمي ونعاود نضربها. دابا ما يمكنليش نديرها لان بلاتي نشوف، خاصني نستعن باليد الاخرى هاكا صافي. دابا غادي نديرها على الفطور. ها هي دابا الكريمه واجده، دابا غادي ندوز باش نعمل المونتاج ديال التيراميسو او تشيز كيك. دابا عندي هنا كاس الماء غليان خليته شويه دفى، غندير فيه جوج المعالق ديال هذه القهوه سريعه الذوبان،
انا كنبغي المذاق ديال القهوه، غادي نزيد شويه صافي، نخليها نخلط ونخليها تدفى وعاد نستعملها. دابا غادي نقبط البسكوي ندير له هكذا، ما نفزقوش بزاف. ها هو دابا البسكوي، غندير فوق منه الكريمه. دابا غادي نرش بالكاكاو، عاد كندير طبقه اخرى. دابا بعد ما زينتها غندير لها هكا بعد الموس، تزيني على كيف ما بغيتي، ولا تخليها طبيعيه، ولا تحطي شي قطعه ديال الدونتيل وترشيها بالكاكاو. المهم التزيين كيرجع لكل وحده. دابا غادي نغطيها بالسلوفان وندخلها للثلاجة تقريبا على الاقل ساعتين، ونخرجوها ونقدموها بالصحة والراحة. ها هو تشيز كيك، بعد ما قطعته عرفتي كيجي غزال، كيجي غزال وهشيش، وديك لاكريم ديالو ما كتقهمش يعني، كتاكلي منه ما كتقهمي ما والو، كيجي غزال بزاف بزاف. نتمنى تجربوه وبصحتكم.